أخبار اليوم. رمضان في دولة الجزائر. في الجزائر يختص الشعب الجزائري خلال شهر رمضان بعادات نابعة من تعدد وتنوع المناطق التي تشكله، كما يشترك في كثير من التقاليد مع الشعوب العربية والإسلامية الأخرى. وتتميز الجزائر بالحمامات التي تلقى إقبالا كبيرا من العائلات في الأيام الأخيرة من شهر شعبان للتطهر واستقبال رمضان بالصيام والقيام والشعائر الدينية. وتنطلق كذلك إجراءات التحضر لهذا الشهر الكريم قبل حلوله بشهور من خلال ما تعرفه تقريبا كل المنازل الجزائرية من إعادة صلاء المنازل أو تطهير كل صغيرة وكبيرة فيها، علاوة على اقتناء كل ما يلزم المطبخ من أواني جديدة وأغطية لاستقبال هذا الشهر. وتتسابق ربات البيوت في تحضير كل أنواع التوابل والبهارات والخضر واللحوم البيضاء منها والحمراء لتجميدها في الثلاجات حتى يتسنى لهن تحضير ما تشتهيه أفراد عائلتهن بعد الصيام.